السلام عليكم شباب، ان شاء الله تكونوا بخير. ومعاكم مال فتحي، والنهارده حلقه جديده نتعلم فيها ازاي نفتح استوديو منشر محتوى الخاص بالفيسبوك. عشان ما اطولش عليكم نبدا الحاجه. بسم الله. يا شباب، لو انت عندك متصفح جوجل كروم من على التليفون، هتفتح المتصفح كده، هتروح على 3 نقط من على الشمال من فوق خالص، فاعل وضع سطح المكتب اللي هو الموقع الالكتروني وبعد كده هتروح في البحث هنا، في مربع البحث تكتب facebook.com، وبعد كده هتدخل على موقع الفيس، تسجل دخول على حسابك، وبعد كده هتتابع معايا بقية الحلقة. بعد ما تسجل دخول الفيس هيظهر معاك بالشكل ده، حالة لو اللغة عندك باللغة العربية، فهتروح على مجموعة أدوات الأعمال، ضغط عليها، في القائمة الجانبية اللي ظهرت معانا هتختار المزيد من الأدوات، ظهر معاك برضو قائمة تاني هتختار منها استوديو منشئ المحتوى، ضغط عليها ويفتح لك علامة تبويب جديدة. بعد كده هيفتح معاك استوديو منشئ المحتوى، وهنا ممكن تختار الصفحة اللي انت عايز تفتح منها استوديو منشئ المحتوى، وليكن مثلا الصفحة دي، وتشيل علامة الصح من على الصفحة التانية، وبعد كده بتعمل فيو، فبيعرض لك احصائيات الخاصة بالصفحة. وهنا في القائمة على الشمال دي هتلاقي حاجات مهمة زي مثلا مكتبة المحتوى، كانت في منشورات او قص او مقاطع فيديو، هتلاقي الحاجات دي موجودة هنا، وفي كمان العناصر المنشورة، كمان هتلاقي البريد الوارد وايه تحقيق الارباح وما الى ذلك. يعني هتلاقي كل حاجة موجودة عندك في القائمة اللي موجودة من على الشمال. عايز تعمل بوست او ترفع فيديو، فبتروح على انشاء جديد. لحد هنا كنا وصلت لنهاية الحلقة. ان شاء الله رب استفاد، وانت جديد معانا في القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصل بتشعرات جديدة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.